وسط معارك متجددة بين الدعم والجيش، أوضاع السودانيين العالقين في الخرطوم وأم درمان تتأزم. سلطات مطار بورت سودان تؤكد أن مطارها آمن بعد استئناف مصر الرحلات المدنية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. قسد تعلن سيطرتها على قرى استراتيجية بريف دير الزور، ومعاركها مع المجلس العسكري والعشائر مستمرة. بغداد تدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، والوديعة تسوى من مستحقات الإقليم بعد التزامها بقانون الموازنة. طب صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث التي نبدأها من السودان، حيث ما تزال الأوضاع السودانية على حالها من المواجهات والقصف الذي تركز أمس في محيط سلاح المدرعات جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم. مراسل الحدث أفاد بسماع انفجارات قوية ووقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما ارتفعت أعمدة الدخان من محيط المنطقة. هذا في وقت يواصل فيه الجيش قصفه الجوي على مواقع الدعم السريع في منطقة الجريف، حيث تتمركز قوات الدعم السريع. كما تشهد منطقة المربعات بأم درمان اشتباكات عنيفة، بدورها قصفت قوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي منطقة سلاح المهندسين بقذائف المدفعية الثقيلة. إنسانيا تتعقد يوما بعد يوم أوضاع المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات، خاصة أحياء جنوب الخرطوم وغرب وجنوب أم درمان، حيث ارتفعت بصورة ملحوظة أعداد ضحايا القصف المدفعي والاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يزيد على 7 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان، لافتة إلى أن أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الصراع المستمر بين الجيش والدعم السريع. وتوقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نزوح 1,800,000 شخص من السودان بحلول نهاية العام، وناشدت توفير مليار دولار لمساعدتهم وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات. للمرة الأولى منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، حطت رحلة جوية تابعة لمصر للطيران في مطار بورت سودان في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان. تشرفنا اليوم بوصول أول رحلة لمصر للطيران إلى مطار بورت سودان ضمن الجدول الصيفي، وحقيقة هي فرصة طيبة جدا جدا ورسالة بأن مطار بورت سودان آمن ويعني فيه كل التسهيلات. اثنين، حقيقة بتربط خط فقدناه كثير جدا جدا، الخط الغاهرة
وخط مطلوب وفيه طلب كبير على المسافرين. كان معظم الآن الركاب بيعانوا في الوصول للغائرة عن طريق شركتي تارك وبدر، عن طريق محطات خارجية. الحمد لله وصول الخطوط الجوية المصرية ومصر للطيران دي بيعني رسالة من جانبين، جانب التسهيلات لأنه في زي ما ذكرت مطلب كبير للمواطنين للسفر للغائرة لأسباب كثيرة جدا الكل يعلمها، والإشارة الثانية لشركات الطيران العالمية. من أم درمان معنا صحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر. شهدي أهلا بك معنا، هل ما زالت اشتباكات يوم أمس بين الجيش والدعم السريع في جنوب العاصمة مستمرة حتى الآن بذات الحدة، وماذا خلفت حتى اللحظة؟ نعم رونك، هي ما تزال مستمرة بحسب شهود عيان بحسب مصادر ميدانية، فإن عمود الدخان تصاعد من المناطق المحيطة بسلاح المدرعات، كذلك فات مسموعا ذو انفجارات قوية، فيما يبدو أن المدفعية قد قصفت، بل هي فعلا قد قصفت وأطلقت منصات مدفعية الجيش عدد من الجبهات، حتى هذه اللحظة تستمر في إطلاق عدد من القذائف الصاروخية نحو عدد من التجمعات في جنوب مدينة الخرطوم على وجه التحديد. كذلك روناك، محيط سلاح المهندسين في مدينة أم درمان هو أيضا منطقة اشتباكات لليوم الرابع، هذا اليوم سيكون هو اليوم الرابع على التوالي. هذه المنطقة ظلت تتعرض لهجوم من قبل قوات الدعم السريع، وما نشاهده منذ ساعات الصباح الأولى يشير إلى أن اليوم ربما يكون عنيفا وأكثر حدة فيما يلي عمليات الاختتال الدائري. هناك وقت الإشارة إلى أنه كان قد دار لقط حول الأعداد التي حصرت نتاج عمليات القصف العشوائي في منطقة أم بدة، كانت قد تضاربت البيانات، ولكن غرفة طوارئ المدينة أصدرت بيان أشارت إلى مقتل 19 شخصا من المدنيين جرى عمليات القصف العشوائي في منطقة أم بدة. طيب ماذا عن المدنيين العالقين في أم درمان نتيجة القصف شهدي؟ هل من محاولات على الأقل من خارج المدينة لتسهيل خروجهم منها؟ نعم، منذ مطلع أغسطس عمل الجيش على تأمين المناطق الشمالية على فتح مسارات من أجل خروج المدنيين. كثير جدا من المدنيين كانوا قد خرجوا نحو المناطق الشمالية، المناطق الواقعة في شمال مدينة أم درمان، تلك المناطق التي يسيطر عليها الجيش، اتجهوا إلى هناك بحثا عن الأمان لجهة الاشتباكات الضارية التي تدور في عدة محاور في مدينة أم درمان من أغاصي شرقها إلى غربها. كذلك استمرت عمليات الخروج من منطقة مبدة، وهذه المنطقة كنا قد أشرنا إلى أنها تعد جبهة اختتال جديدة فتحت، وتحديدا في المناطق الفاصلة ما بين حدود محلية كرري ومنطقة مبدة. هذه المناطق بدأت تشهد اشتباكات أكثر حدة، كذلك لوحظ خروج أعداد كبيرة من المواطنين نحو منطقة نحو مناطق ومحلية كرري للاحتماء بها جرى الاختتال الدائر. هذا الاختتال هو الاختتال العنيف الذي هو ليس بالضرورة أنه أصوات الرصاص وغيره، وإنما يفرز على الدوام تداعيات وظروف تجبر أيضا المدنيين على الخروج، يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، يتسبب في انقطاع خدمات المياه، يتسبب في إعاقة وصول الخدمات بشكل كبير. حتى هناك في المناطق الآمنة تستمر انقطاع المياه في بعض الأحياء لأكثر أو لليوم الأربعين على التوالي. كذلك بدأت تدخل أحياء جديدة في مسلسل انقطاع خدمات إمدادات مياه الشرب دون ما إجابة عن سبب هذا الانقطاع، خصوصا أن الناس تتواجد في بعض المناطق التي يمكن أن نصفها بأنها مناطق آمنة، ولكن على الرغم من ذلك تتفاقم هذه الأزمة وتمضي في الازدياد. طيب شهدي، أين تحديدا، ما هي المناطق تحديدا التي تنقطع فيها المياه والتي ما زالت مستمرة فيها لليوم الأربعين بحسب ما ذكرت؟ عدد من أحياء منطقة الثورة لأكثر من 40 يوما، وتحديدا الأحياء الغربية من هذه المنطقة هي
لأكثر من 40 يوما بدون إمدادات مياه. هنا الناس باتت تعيش أوضاع صعبة، انتظار لساعات متأخرة في الليل من أجل الحصول على ماء، شراء مياه الشرب بأسعار مكلفة للغاية دون ما أي حلول. كذلك هذه الأزمة منذ 3 أو 4 أيام بدأت تتمدد تشمل أحياء أخرى دون معرفة الأسباب التي تقف وراء انقطاع خدمات المياه بهذا الشكل. من لا يملك المال، ونحن نعلم أن رواتب الكثير من القطاعات لم تصرف، لا يوجد حتى عمل خارجي. نعم. كيف يحصلون على الماء؟ وهو يباع بأثمان غالية. نحو المناطق التي تتواجد بها إمدادات مياه وملء ما يحتاجونه والحصول على ما يحتاجونه من مساكن الأحياء الأخرى من الجيران في مناطق أخرى، قطع مسافات يعني 500 أو 600 متر من أجل الحصول على هذه على قدر من المياه الصالحة للشرب التي تعينهم على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، ولكن هذا الأمر به معاناة كبيرة، به غدر من الرهق. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر. ساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: مصادر تستبعد استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا قبل أكتوبر. تتواصل المواجهات العنيفة، الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد تفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر، هذا هو خط الجبهة الأول، تم إجلاء 1700 شخص من مناطق خرسون المختلفة. نشر سلاح نووي في بيلاروسيا، هو استعراض قوة أم رسالة تهديد؟ أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذا كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا بكم من جديد. المواجهات التي يشهدها ريف دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر العربية بين كر وفر، وبيانات متضاربة، إلى أن المرصد السوري أكد اليوم تقدم قوات قسد في بلدة ديبان وفرضت سيطرتها على أكثر من 70% من البلدة، وسط معلومات عن بقاء بضعة عشرات من المسلحين ضمن البلدة قرب نهر الفرات من جهة الطيانة. فيما بقي مصير قائد المسلحين المحليين في المنطقة الشيخ إبراهيم الهفل مجهولاً. وكانت قسد سيطرت على حوائج ذيبان وتقدمت باتجاه بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي بعد معارك مع مسلحي العشائر. ووفقا لمصادر محلية، بلغ عدد القتلى منذ بداية الاشتباكات بدير الزور في 27 أغسطس نحو 90 شخصا، بينهم 5 أطفال وامرأتان.
تتباين إعلانات العشائر العربية في دير الزور مما يجري في المنطقة من دعوات لمواجهة قسد إلى أخرى مؤيدة. عشائر الخط الشمالي في سوريا دعت يوم أمس إلى عدم الانجرار لتخريب المنطقة والمخططات الخارجية، وحضور وجهاء عدة عشائر في مدينة الرقة دعا الشيخ علي الطائي وجيه عشيرة الطي لمساندة قوات سوريا الديمقراطية. بيان باسم عشائر الخط الشمالي، شيوخ ووجهاء العشائر في الخط الشمالي، نوجه نداء إلى أبناء عشائر دير الزور الشرفاء بأن لا يسمحوا للمخربين والمفتنين أن يعبثوا بأمن وأمان منطقة الإدارة الذاتية وتدخل الطامعين في تخريب مناطقنا في شمال وشرق سوريا، فنحن أبناء شمال وشرق سوريا بكامل أطيافها عرب وكرد وسريان وشركز كلها في خندق واحد، ولذلك نوجه النداء إلى كل الشيوخ ووجهاء وأبناء العشائر الشرفاء لعدم الانجرار وراء الجهة الطامعة في تخريب المنطقة والانجرار وراء المخططات الخارجية والإعلام المعادي. ومن هنا ندعوكم للوقوف بصف قوات سوريا الديمقراطية إلى جنب، لأنهم هم أبناء في قوات سوريا الديمقراطية، وأن القضية التي تسعى لها قواتنا هي محاربة المخدرات ومحاربة الفساد ومحاربة داعش ومحاربة المخططات الخارجية لزعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية. إذن المعارك التي يشهدها شمال شرق سوريا يرى مراقبون أن الرابح فيها خاسر، سواء المجلس العسكري المشق عن سوريا الديمقراطية أو قوات قسد أو العشائر، وأن المستفيد جزئيا هي الحكومة السورية بحسب الشرق الأوسط. هذه المعارك التي اشتعلت بين قسد والمجلس العسكري في دير الزور بدأت مع محاولة تنحيت رئيس المجلس أحمد الخبيل قبل 5 أشهر لإعادة هيكلة المجلس، بعد رفض الخبيل أوامر قسد التي تسيطر على كامل ريف دير الزور شرق الفرات، باستثناء 7 قرى تسيطر عليها الحكومة وميليشيات موالية لإيران شمال المنطقة. فيما كان المجلس العسكري في دير الزور أقوى فصيل ضمن قوات قسد، حيث تراوح عدد عناصره آنذاك بين 15,000 و20,000 مقاتل. وبحسب الشرق الأوسط فإن المعركة بين قسد والمجلس بدأت مع اشتباك قوات من قسد وعناصر من المجلس كانوا قادمين من ريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى تدخل التحالف الدولي بين الطرفين واستدعاء الخبيل وأيضا عدد من قيادي قسد، بالإضافة إلى لقاء آخر مع وجهاء العشائر، ما أفضى إلى تهدئة جزئية. بعد ذلك تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ في الحسكة بين قيادة قسد وقيادة المجلس العسكري في دير الزور في 17 أغسطس، ليتم عندها محاصرة قادة المجلس واعتقالهم وقطع شبكة الإنترنت عنهم، بالتوازي مع إطلاق قسد عملية أمنية تحت مسمى تعزيز الأمن في دير الزور. هذه الحملة يقول المراقبون اعتبرت بمثابة إعلان قسد للحرب على قيادة المجلس الذين سارعوا إلى طلب العون من العشائر لتخليصهم وإطلاق سراحهم. ومن مدينة كوفنتري في بريطانيا ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا بك معنا، هل خارطة السيطرة تشير فعلا إلى اقتراب قسد من حسم المعارك في دير الزور؟ نعم صباح الخير. طبعا المعارك حسمت وانتهت، وما يجري من مساء امس حتى اللحظه في زيبان فقط هي عمليه تمشيط وتفتيش على المنازل وتفكيك عبوات ناسفه كانت زرعت في القسم يعني الجنوبي باتجاه النهر والطيانه الذي كان يشكل نحو كيلومتر مربع. الان العمليه تجري في هذه المنطقه دون اي اشتباكات، دون اي اطلاق اي رصاصه، اي ان هناك اشتباكات في زيبان قد انتهت بشكل كامل. مضافه
الشيخ إبراهيم الهفل الذي كان يقود المسلحين المحليين في تلك المنطقة لم يقترب منها أحد، لا هو غير موجود في هذه المضافة، لا نعلم أين هو، هل هو في طيانة، هل هو في منطقة أخرى لا نعلم، ولكن أمس كان هناك بروباغندا إعلامية كبيرة على أن التحالف يفاوض إبراهيم الهفل والتحالف جاء إلى حقل عمر وإلى آخر من هذا الكلام بالتزامن مع قوات تقدم قوات سوريا الديمقراطية داخل جيبان. اليوم يعني نستطيع القول بأنه بمجرد انتهاء عملية التفتيش داخل بعض المنازل في هذا القسم تكون الأمور قد انتهت بشكل كامل. قد يتواجد هناك بعض المسلحين لكن ليس داخل جيبان، في مناطق مختلفة، ويشنون عمليات خاطفة مثل عمليات تنظيم داعش على قوات سوريا الديمقراطية، وقد يشن عمليات داعش ويتبناها باسم عشائر وإلى آخره من أجل استمرار إشعال تلك المنطقة. ولكن بالنهاية أعتقد بأن المعارك اليوم حسمت بشكل كامل والأمور انتهت، وقضية فتنة في تلك المنطقة انتهت إلى الأبد، وهناك شيوخ عشائر من العقيدات ذاتهم صرحوا بأنهم ضد هذه الفتنة، أي أن الأمر لا علاقة له بشيوخ بعشائر عربية وقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب عمادها الأساسي كقوات نخبة وليس كعديد، لأن العديد هو للعرب في قوات سوريا الديمقراطية. المناطق التي حسمت فيها المعارك سيد رامي، هل دخلت أي مساعدات إلى المدنيين فيها والذين هم محاصرون منذ أيام داخلها بسبب المعارك؟ في بعض المناطق نعم دخلت مساعدات ووزعت. من قام بإدخال المساعدات؟ قسد أم جهة أخرى؟ الإدارة الذاتية. المطلوب الآن من جميع المنظمات الإنسانية وليس فقط من الإدارة الذاتية، جميع المنظمات الإنسانية العاملة بشمال شرق سوريا أممية وغير أممية، إذا كان بعض الأجانب لا يستطيعون الدخول يخافون يخشون على حياتهم، هناك السوريين لا يخشون على حياتهم مثل ما يقول الأجانب، هم قادرين على إيصال هذه المساعدات الإنسانية، وهذا المهم جدا في ربصيرة، في الشحيل، في العزبة، في مناطق مختلفة. السوريين في تلك المناطق، السوريون عفوا في تلك المناطق، هم بأمس الحاجة الآن للمساعدات الإنسانية وهي الأولوية الآن. الحرب يعني وضعت أوزارها الآن، إعلاميا لم تضع أوزارها، سوف تبقى مستمرة إلى أبد الآبدين في ظل ما شاهدناه من حرب إعلامية، ولكن على أرض الواقع هناك أبناء الشعب السوري في تلك المنطقة هم بأمس الحاجة الآن إلى المساعدات. طيب، ذكرت حضرتك أن قسد تقوم بتجريف المناطق وتفتيشها التي حسمت فيها المعارك، ماذا يعني ذلك؟ هل دخولها إلى تمشيط وليس التجريف؟ لا يوجد تجريف. ذكرت جزئية التجريف وهو ما كتبته من كلام حضرتك. على العموم، عملية التمشيط هذه ماذا تعني؟ هل هي دخول قسد لمنازل المدنيين لتفتيشها مثلا أم ماذا؟ منازل المدنيين يعني في زيبان ذاتها، هناك مدنيون كانوا متعاملين مع قسد وهم كانوا يعملون على اعطاء لكي تجرب مناطقهم الاشتباكات تفاصيل عن عدد المقاتلين الموجودين في زيبان، يعني بالتفاصيل. لذلك اقول بان سوف يكون هناك مراعاه دقيقه من قبل الذين يفتشون المنازل كي لا يستغل بعض الوضع ويقول بان هناك يعني تفتيش لمنازل العرب واهانه للعرب والى اخره. حتى مضافة ابراهيم الهفل لم يجري الدخول اليها كي بسبب خصوصيه هذه المضافه. شكرا جزيلا لك من مدينه كوفنتري في بريطانيا، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، شكرا. وفي السويداء تواصلت أمس التظاهرات، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها لا للطائفية بين أبناء الوطن الواحد، كما بدأت العشائر في كل من مدينتي صلخد وشهبة بريف السويداء بتنفيذ وقفات احتجاجية مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتطبيق القرارات الدولية. في خضم محاولات الوساطات الروسية الإيرانية لإعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، تشير آخر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عدم وضوح الأفق فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، مع إصرار الأسد على شرط انسحاب القوات التركية من الشمال السوري. مساع لإعادة الروابط التركية السورية بعد سنوات من المناوشات السياسية وغير السياسية
على خط النار الذي يفصل بين سوريا وتركيا. الجانب التركي لا يبدو متفائلا بمستقبل التطبيع، وكانت تصريحات أردوغان الأخيرة خير دليل على ذلك، معتبرا أن الجانب السوري لا يخطو إلى خط المنتصف كما يفعل الطرف التركي من وجهة نظره. لا أرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا. الرئيس التركي الذي حظي بولاية جديدة مؤخراً كان عائداً من سوتشي بعد اجتماع رباعي مع دمشق وموسكو وطهران الوسيطتين، آسفاً على عدم مشاركة الأسد في الآلية الرباعية. هو انسحاب القوات المحتلة؟ تصريحات جاءت رداً على تمسك الرئيس السوري بشار الأسد بشرط انسحاب القوات التركية من الشمال السوري، معتبراً ذلك الطريق الوحيد لإعادة ربط الحبل الذي قطع منذ أكثر من عقد، شرط لا تقدمه أنقرة على المحادثات لتبقى بداية الحوار مرهونة بتنازل أحد الطرفين عن ذلك البند، بالرغم من اتفاق الطرفين على ملفات مشتركة تخص الأمن القومي للبلدين. إيفان عمر، الحدث. أعلنت وزارة المالية العراقية في بيان أن مصرفي الرافدين والرشيد سيوقعان اتفاقية قرض مع الوزارة في إقليم كردستان لسد رواتب الموظفين بضمان وديعة تقدمها الوزارة على أن يتم تسويتها من مستحقات الإقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة. وأكدت الوزارة على حرصها لضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ما تفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها، مشيرة إلى أنها تطبق إجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها. وأكدت أيضا على حرص الحكومة على تلبية متطلبات الموظفين في إقليم كردستان تنفيذا للإصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي. من أربيل ينضم إلينا المحلل السياسي محمد زنجنة. سيد محمد، أهلا بك معنا. هل الإقليم راض عن هذه الاتفاقية وأنها ستحل الأزمة العالقة منذ أشهر وإن كانت مؤقتا؟ نعم ست روناك، صباح الخير، تحية لكم وللزملاء والمشاهدين. طبعا حتى هذه اللحظة إقليم كردستان لم يبين الموافقة أو الرفض حول هذا الموضوع، ننتظر خلال الساعة أو الساعة ونصف القادمة أن يعقد أو تعقد جلسة لمجلس وزراء إقليم كردستان برئاسة السيد مسرور بارزاني، وبالتأكيد سوف يكون لحكومة إقليم كردستان موقف حول هذا الموضوع. بالتأكيد هذه المشكلة لن تحل معضلة الرواتب في إقليم كردستان المستمرة منذ عام 2014 وحتى هذه اللحظة، وخصوصا أن الإقليم يحتاج شهريا إلى ما لا يقل عن 900 مليار لسد هذه الحاجة، والحكومة الاتحادية تتعامل مع إقليم كردستان على أساس 50% من النسبة الحقيقية للرواتب، على الرغم من كل النسب التي يعني أبدتها أو بينتها ديوان الرقابة المالية من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية، وخصوصا في الزيارة الأخيرة للوفد الحكومي من إقليم كردستان إلى بغداد. ولكن تبقى هذه المسألة مرهونة بالمعطيات الحالية، وخصوصا أنه منذ شهرين لم توزع الرواتب في إقليم كردستان. وهذه المسألة بكل صراحة جاءت بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي، حيث قالت مصادر من قناة روداو بأن لا وزير شيعي ولا وزير شيعي وقع على قرار توزيع أو يعني منح قرض 500 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة إقليم كردستان، ولولا توقيع وزير النفط العراقي لما كانت النسبة وصلت إلى 50+1 ولما كان مجلس الوزراء قد أقر هذا الموضوع. إذن بكل صراحة الموضوع واضح، جاء
جدا ووارد من الذي يقف ضد تطلعات شعب كردستان ومن الذي يقف ضد ما يريده شعب كردستان من الحكومة الاتحادية. إذا موقف حكومة إقليم كردستان بكل صراحة مرهون بالاجتماع الذي سيعقد بعد ساعة أو ساعة ونصف، ونترقب ما الذي سوف يصدر من حكومة إقليم كردستان من بيان حول هذا الموضوع. حتى ترقب البيان سيد زنجانة، هل ستلتزم أربيل ببنود اتفاق قانون الموازنة في حال وافقت؟ بشكل مختصر، وهي ترى أن هناك إجحافا من حكومة المركز في الموازنة الاتحادية؟ طبعا إقليم كردستان حتى الآن ملتزم، عدم الالتزام من قبل الحكومة الاتحادية هي تحسب قروضا بشكل غير منطقي على إقليم كردستان. الحكومة الاتحادية تحسب ما لا يقل عن 8 تريليون دينار قروض على حكومة إقليم كردستان، في حين أنها تقول بأنها مديونة لحكومة إقليم كردستان بما يقارب التريليونين ونصف. وإذا في كل هذه المجاميع هناك أكثر من 6 تريليونات دينار ديون على حكومة إقليم كردستان تطالب بغداد بتسليمها، خصوصا انه منذ يعني كما قال السيد هوشيار زيباري قبل فتره منذ عام 2015 وحتى هذه اللحظه هناك 15 مليار دولار قروض لحكومه اقليم كردستان على الحكومه الاتحاديه. الحكومه في اقليم كردستان لا يوجد لديها اي مورد اخر غير النفط، النفط متوقف. الحكومه الاتحاديه تطالب بكافه العائدات النفطيه وغير النفطيه، وتطالب حكومه اقليم كردستان بديون وقروض سابقه تتعلق بالنفط وقروض البنك التجاري والسلف التي منحت منذ زمن حكومة الكاظمي. إذن واضح جدا من الذي التزم ومن الذي لا يلتزم، والالتزام كان دائما ديدا حكومة إقليم كردستان، وهذا سيتم الإقرار عليه اليوم من قبل مجلس الوزراء. إذن بانتظار الإقرار، وتفضل بالبقاء معنا أيضا في الشأن العراقي، وسنعود إلى حضرتك. استبعدت مصادر وكالة رويترز أن يتم استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا قبل شهر أكتوبر المقبل الذي سيشهد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد. مصادر وكالة رويترز أوضحت أن أردوغان يسعى للتوقيع على اتفاق مع بغداد لاستئناف ضخ النفط، وذلك بعد تعليق تدفقه بسبب حكم من غرفة التجارة الدولية على خلفية سماح تركيا بضخ صادرات كردستان من دون تصريح. مصادر وكالة رويترز أضافت أن تركيا تسعى لوقف أو تخفيف الحكم الذي يلزمها بدفع 1.5 مليار دولار للعراق. من جديد إلى أربيل والمحلل السياسي محمد زنجانة، أحييك من جديد سيد زنجانة. هل ما ذكرته المصادر أن ضخ النفط سيؤجل إلى ما بعد زيارة الرئيس التركي لبغداد تجدها في محلها؟ وهل التأجيل سيؤثر على العراق؟ تأجيل ضخ النفط بالتأكيد ستروناك، نعم هذا التأجيل سيؤثر ليس فقط على الحكومة الاتحادية ولا إقليم كردستان، سيؤثر على سوق النفط. تركيا أيضا متضررة من هذا الموضوع. للأسف الحكومة الاتحادية دائما تخلق أزمات على أساس أنها تخرج نفسها من أزمات، وهذه المسألة تذكرنا باتفاقية الجزائر عام 1975 والمعضلة التي تعيشها منذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة. من المفارقات ستروناك، اليوم 6 أيلول ذكرى مذبحة السليمانية لعام 1930، يعني شوفوا شعب كردستان منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة ما هي الذكريات الأليمة التي يعيشها في ظل العقلية الحاكمة الموجودة في بغداد. نعم هذه المسألة تؤثر على تركيا من مسألة في مراحل مسائل تتعلق بتوقف النفط الروسي والصراع الروسي الأوكراني، تؤثر على الحكومة الاتحادية في مسائل تتعلق بالعائدات، حيث اقتصاد العراق ريعي ويعتمد بنسبة 80% على النفط، وإقليم كردستان أكثر من 90% من عائداته يعتمد على النفط، وهناك نقص بما لا يقل عن 450 ألف برميل يوميا من الأسواق العالمية للنفط، واليوم يقال أن خام برينت ارتفع إلى أكثر من 90 دولار. إذن أعتقد أن التأجيل هذا ليس في محله، ولكنه سيستمر بسبب تعنت الطرفين والتعويضات التي يطالب بها الطرفين العراقي والتركي على بعضهم البعض. نعم. ما دور حكومة إقليم كردستان في تسهيل إذابة هذا التعنت بين بغداد وتركيا لاستئناف ضخ النفط؟
بكل صراحة دور حكومة إقليم كردستان لو اعتمدنا على الدستور فيما يتعلق بالمواد 111 وصولا إلى 121 إلى 126 من خلال صلاحياته الدستورية في إطار الصلاحيات الحصرية للإقليم والصلاحيات المشتركة مع الحكومة الاتحادية، دوره كبير جدا بالتأكيد بالاعتماد على قانون النفط والغاز الذي نافذ في إقليم كردستان منذ عام 2007. لكن هذا الدور حقيقيا هل هو مجمد؟ هل هو محارب من قبل الحكومة الاتحادية؟ لأن التعنت هو من قبل الحكومة الاتحادية بالاعتماد على محاكم التحكيم الدولية والمحكمة الاتحادية التي تلغي كل ما هو ضمن صلاحيات إقليم كردستان، بحيث حتى هاي ال 500 مليار التي من الممكن أن ترسل إلى إقليم كردستان من الممكن أن تلغى من قبل الحكومة الاتحادية. ولكن ما هي الخيارات أمام حكومة إقليم كردستان؟ المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لم تنجح، المفاوضات مع الجانب التركي تسير على قدم وساق لأن الجانب التركي مستفيد من ضخ النفط، المفاوضات مع الجانب الدولي أيضا هي تسير بشكل ناجح جدا ولكن بتعنت من قبل الحكومة العراقية. إذن لن يبقى خيار إلا التحكيم الدولي أمام حكومة إقليم كردستان، وهذا بالتأكيد ستحدده المعطيات القادمة لأن هناك خطر كبير على الاقتصاد العراقي، وتغطية في مسائل تتعلق بمشاكل خور عبد الله والربط السككي تريد الحكومة الاتحادية تغطيتها بالضغط على إقليم كردستان. شكرا وآسف. بالعكس، أهلا وسهلا بك دائما وشكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من أربيل. المحلل السياسي محمد زنجنة. وصل سفير السعودية المعين لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس الثلاثاء لمباشرة مهام عمله. وأكد السفير العنزي لدى وصوله إلى طهران أن توجيهات القيادة السودانية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران ونقلها نحو آفاق أرحب. ساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل: اعتقال رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى بالحركة عبد الكريم الهاروني. من أجل أشياء أخرى نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآس. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. ويبقى الأمل ما يدفع الإنسان ليستمر. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمان قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فرون من الجحيم.
باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ أنه يسعى لدفع الأطراف اليمنية للحصول على التزام بوقف الإطلاق النار ومناقشة القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية. وأكد غرونبرغ في مقابلة تلفزيونية على ضرورة أن يكون هناك التزام واضح من جميع الأطراف للدخول في مفاوضات سياسية وبشأن تسوية أطول أجلا للنزاع. من القاهرة ينضم إلينا محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس. سيد محمد أهلا بك معنا. بأي الآليات سيسعى المبعوث الأممي لفرض وقف إطلاق نار أو الحديث بوقف إطلاق النار لا بل التزام الطرفين به خاصة الحوثيين؟ طبعا المبعوث الأممي والمجتمع الدولي يحاول أن تستمر الهدنة الموجودة حاليا التي لها أكثر من ما يقارب السنة والنصف، ويحاول أن يعطي زخم للتسوية السياسية، لكن المعطيات للأسف التي على الميدان مناقضة ومخالفة للواقع أو للآمال والتطلعات الموجودة لدى المبعوث الأممي أو لدى المجتمع الدولي. الحوثي لم يعطي أي حسن نية أو مبادرة من أجل ديمومة السلام أو ديمومة الهدنة، بل أن الحوثي يكرر اختراقات الهدنة ويعمل جاهدا لإفشال هذه الهدنة. وللأسف أن هناك ليس هناك ردة فعل مناسبة لما يقوم بجماعة الحوثي، سواء من المبعوث الأممي أو من الدول الراعية للاتفاق أو حتى من قبل الحكومة الشرعية. رأينا جماعة الحوثي تستمر في اختراقات الهدنة وتستمر في قصف الأحياء السكنية وتقوم بعملية قنص وزرع الألغام، ورأينا كذلك تستهدف المنشآت النفطية في حضرموت وفي شبوة وفي مأرب. هذه المعطيات الموجودة والوقائع الموجودة على أرض الواقع ليست دلائل أو مبشرة بأن هناك استمرارية للهدنة. للأسف أن الحوثي يعد عدة للمعركة حاسمة ويعتبر أن هذه الهدنة هي عبارة عن مرحلة لاستعادة الأنفاس ومرحلة للتزود بالأسلحة وغيرها. مشروع السلام أو متطلبات السلام تريد أن تكون هناك أرض صلبة وحقيقية للمضي قدما في السلام. نعم. طيب، عدم التزام الحوثيين بمعاهدات السلام أغلبها والهدن الماضية إلى ماذا يعود؟ هل هناك خلل في المعاهدات أو الهدن التي يتم التوصل إليها؟ على سبيل المثال وضع شروط تلزم الحوثيين بتنفيذ هذه الاتفاقيات والهدن، أين الخلل سيد محمد؟ سيدتي، اليمنيون متعايشين مع جماعة الحوثي منذ 2003، وعلى مدار 20 عام يدركوا ماذا تعني الهدنة للحوثي. الحوثي لم يرضخ يوما من الأيام إلى أي هدنة أو إلى أي تهدية إلا من أجل تحقيق مكاسب وأهداف. طيب، لكن لو كان هناك رادع يا سيد محمد بالمنطق، لو كان هناك رادع لخروقهم هذه وعدم التزامهم لربما كانوا التزموا بهذه الهدنة. هل هناك رادع في أي اتفاقية يتم التوصل لها؟ للأسف ليس هناك رادع، بل عكس القرار الدولي الذي أصدر أبان بداية الحرب اليمنية مع الحوثي في 2015، القرار الدولي 2216 لم ينفذ منه أي شيء، بل للأسف أن المجتمع الدولي تماهى مع هذا المشروع ومضى قدما، حتى أن أصبح الحوثي هو الطرف المساوي والموازي للشرعية. طيب، لماذا لا تتضمن هذه الاتفاقيات، عذرني على المقاطعة، وقتنا شرف على الانتهاء، من الأمم من الجهات الراعية الدولية أي رادع لكي تلتزم بها؟ لماذا تكرار هذه الاتفاقيات دون وجود رادع للحوثيين في حال عدم التزامهم؟ أقولها بدون أي مواراة وبدون أي تجميل للواقع،
المجتمع الدولي لم ينظر إلى القضية اليمنية كقضية ذات أهمية، بل أن السيطرة عليها في جغرافيا معينة هذا هي الهدف الأساسي للمجتمع الدولي. أهم شيء لدى المجتمع الدولي سلامة الشواطئ وسلامة الممرات البحرية، أما الواقع الإنساني والاقتصادي والوضع المعيشي لأبناء اليمن للأسف ليس من ضمن أولويات المجتمع الدولي، ولو كان من ضمن الأولويات لرأينا تعامل جاد وحازم مع تلك الميليشيات، بل للأسف أن هذا المجتمع الدولي يكيل في القضية اليمنية بمكيالين. شكرا جزيلا لك من القاهرة محمد الصالح، رئيس تحرير صحيفة مأرب بريس، على هذه المشاركة. في تعز يعيش أكثر من 500 طالب وطالبة من النازحين في كفاح مرير لاستكمال تعليمهم، حيث يصر هؤلاء الطلاب مواصلة التعليم رغم افتقارهم لأبسط المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية، أبرزها الكتاب المدرسي. التفاصيل في التقرير التالي. ليس هذا صفه الدراسي الذي يفترض أن يكون، فمأساة النزوح أعادته 4 سنين إلى الوراء. هذا الطالب الذي يبلغ من العمر 14 عاما بات اليوم زميلا لشقيقه الأصغر في الصف الثالث الابتدائي. هكذا إذن كان قدر الحرب والنزوح عليه أن يتعلم اليوم بين الصغار في مدرسة النازحين. أنا عندش بيب حرقا على الشهايد، ما دريني أن السجن لا أقدر نستجاب المدارس، يعني ضحن لو شلو فاتنا نشمت نصف ثامن، ضحن نصف ثالث. وواحد إذن من بين 500 طالب وطالبة تخبرك وجوههم عن الحال الذي يعيشونه، فلا المدرسة ولا أسرهم النازحة استطاعت توفير ما يحتاجونه للتعليم، بالكتابة لا غير يلقن الدرس هنا. نزحت من الأدنى من الحرب وانا عملوا مدفع جنب بيتنا، ونزحنا هنا للدراسة لأن المدارس هناك دخلوها الحوثي، وجاءنا نتعلم هنا ما معناش لا كتب ولا بعضنا يجلسوا بالقاع. معاناة هؤلاء الطلاب، لا يوجد كتاب مدرسي، هناك قلة شديدة في التجهيزات المدرسية اللي هي الكراسي والسبورات الأقلام السبورات، أيضا عندنا المدرسين المتطوعين بحاجة إلى دعم، لا يستلم الرواتب منذ 5 سنوات، إضافة إلى المعلمين المحولين من مناطق الصراع من بعض المحافظات من صنعاء من دمار من إب، إلى اليوم موجودين داخل المدرسة وهم لا يستلمون الراتب. في مدرسة النازحين شرقي تعز يتقاسم المعلمون مع تلاميذهم مأساة النزوح. أكثر من 20 معلما ومعلمة يعملون هنا متطوعين دون مرتبات. هذه النازحة التي فرت من جحيم ميليشيات الحوثي واحدة منهم. نزحت من محافظة السعداء بسبب الخوف وخوف الحرب والمضايقات، لدرجة أن الزينبيات تجي البيت تسألني وين دخل زوجك وين خرج، يعني حتى أنه يعني خرج البقالة تسأل وين خرج وين دخل وليش خرج البقالة وإيش يسوي بالبقالة، يعني حتى أنني ضايقت وخفت على زوجي وخفت على نفسي، قد يعني اضطرت أنني أهرب أسافر ليل، يعني ما أعطوناش فرصة حتى أن احنا نسافر بالنهار، واخترقت أدواتي وساماني ونزحت. ليس هذا وحسب، بل إن الغالبية من هؤلاء الذين يسكنون في خطوط تماس الحرب تهدد القناصات الحوثية حياتهم، ما يضطرهم إلى سلوك أزقة وممرات خطيرة للوصول إلى المدرسة. هائل سعيد، الحدث، تعز. ألقت شرطة التونسية القبض على الرئيس المؤقت لحركة النهضة الإخوانية منذر الونيسي. مصادر الحدث أوضحت أن الونيسي يخضع للتحقيق بشأن التسجيل المسرب له والذي اتهم فيه سلفه راشد الغنوشي وقيادات النهضة بتلقي أموال من الخارج. وفي السياق، ألقت الشرطة التونسية القبض على القيادي البارز في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بعد يومين من وضعه قيد الإقامة الجبرية. من جهة أخرى، أطلق القضاء التونسي سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي بعد تحقيق دام ل7 ساعات حول قضية التعيينات والانتدابات التي أجراها إبان ترأسه للحكومة. في النيجر، منعت السلطات المحلية سفيرا الاتحاد الأوروبي وإسبانيا من زيارة السفير الفرنسي المحاصر في مكتبه بطوق أمني، منذ أن نزعت منه الحصانة الدبلوماسية وجميع الامتيازات وصدور مرسوم إداري وقرار قضائي بترحيله قسرا من النيجر.
أفاد مراسل الحدث بأن قوات المجلس العسكري ما زالت تفرض طوقا أمنيا حول السفارة الفرنسية في نيامي، فيما تتحدث مصادر مقربة من المجلس ورئاسة الحكومة عن أن المفاوضات بين المجلس العسكري والقوات الفرنسية تهدف للبدء بخروج القوات الفرنسية من النيجر بشكل نهائي. مراسل الحدث أشار أيضا إلى أن النقاشات تنحصر حول تسهيل تحرك القوات الفرنسية المعنية بمحاربة الإرهاب بين ثلاثة قواعد رئيسية، منها قاعدة في مطار نيامي وقاعدة أخرى في والام شمال العاصمة، إضافة إلى قاعدة ثالثة على الحدود مع مالي. وفي ختام هذه النشرة مشاهدين، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وسط معارك متجددة بين الدعم والجيش، أوضاع السودانيين العالقين في الخرطوم وأمدرمان تتأزم. سلطات مطار بورت سودان تؤكد أن مطارها آمن بعد استئناف مصر الرحلات المدنية للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. قسد تعلن سيطرتها على قرى استراتيجية بريف دير الزور، ومعاركها مع المجلس العسكري والعشائر مستمرة. بغداد تدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، والوديعة تسوى مستحقات الإقليم بعد الالتزام بقانون الموازنة. ختاما هذه تحياتي، وأعود ألتقيكم بعد قليل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.